الحمد لله، السلام عليكم. مرة الضغط على زلك مشاركة هذا الفيديو مع أصدقاء. الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا المرأة أعتقد المرأة تقول أنا لم تصلي من مدة صلاة الفجر، ولما قامت بالطريقة التي قلت استيقظت مع الثانية ليلا. هذا هو لهذا أنصح الإنسان الذي لا ينام في الليل يقوم به، لأنه سيوقظك مع الثانية ليلا أو الثالثة. يعني من أراد أن يضاعف الوقت أو يستيقظ لصلاة الفجر فقط لما يصلي العشاء وراء العشاء وراء صلاة العشاء في الليل تقول 3 مرات: اللهم غلبني على هذه الليلة، 3 مرات. أما إذا تنشهد تقول أكثر، ولكن إذا قلت 3 وأنت بعقل حاضر كافية تستيقظ لصلاة الفجر. في الصباح تقول: اللهم غلبني على هذا اليوم، اللهم غلبني على هذا اليوم. يعني تستنجد بالله أن يغلبك على يومك، استنجاد بالله. والسر ليس فقط مضاعفة الوقت، يغلبك على يومك، يعني تغلب على مشقاتك. إذا كنت تحس بإرهاق لن تحس بإرهاق في ذلك اليوم. إذا كنت تذهب إلى العمل سيأتيك كل شيء سهل، لأنه أنت استنجدت بالله في ذلك اليوم ليغلبك على ذلك اليوم. اليوم كله يتعلق بالأشغال اليومية: العمل، العبادة، الدراسة، السفر، يعني كل شيء. هذا الدعاء اختصار لطريق لكل شيء: اللهم غلبني على هذا اليوم، أو اللهم غلبني على هذه الليلة. إذا استطعت تقول 7 مرات، وإذا لم تستطع وكنت يعني من الناس المتكسرين تقول فقط 3 مرات بعقل حاضر، يقضى لك الشيء الذي تريد، خصوصا الاستيقاظ للصلاة، لأن سيغلبك الله على الليلة. ما عليكم إلا التطبيق. هذا كل شيء، وأتمنىكم الخير، وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.